استاذ محمد السيد عيد، يعني حضرتك مشغول بايه دلوقتي؟ الحقيقه انا في الفتره الاخيره بألف كتب في مجالين بالتحديد، مجال النقد الادبي لان ده تخصصي الاصلي، ومجال التاريخ باعتبار ان انا يعني كاتب تاريخي يعني. واصدرت مجموعه كبيره من الكتب، بالاضافه الى اني ايضا مهتم بادب الاطفال. ربما في ناس كتير ما تعرفش ان انا اللي اسست مجله وكتاب قطر الندى للاطفال. جميل. فيعني بكتب للاطفال بعض الاشياء، وانا ليا حاليا عده كتب للاطفال، وليا كتب في المطبعه انتظر صدورها، خصوصا قضيه البيئه. انا مهتم بقضيه البيئه وعمل كتابين عنها لليافعين، يعني مش الاطفال الصغيرين قوي اللي هم المرحله بتاعت الاعداديه والثانويه وكده. ف يعني بستثمر وقتي في الكتابه. اصدرت عده كتب انا سعيد بها جدا. مثلا اصدرت كتاب اسمه في مواجهه التكفير. ناقشت فيه فكره التكفير هي بدات امتى في المجتمع الإسلامي ومشت إزاي، وبعدين التكفير المعاصر اللي هو بدأ من عند سيد قطب بيعتمد على إيه، وهل الدعائم اللي هو بيقوم عليها دي دعائم حقيقية ولا دعائم يعني وجهة نظر مش أكتر من كده، وفي وجهات نظر أخرى بترد عليها. ناقشت فكرة الخلافة لأن هم كلهم كل الاتجاهات التكفيرية دي عايزة تعمل تقيم خلافة. تاني ناقشت فكرة الخلافة وأثبت أن الخلافة لم تكن يعني هي الأمل المنشود في صحيح التاريخ الإسلامي. التاريخ بيقول كده يعني. طبعا ده في يعني، بالإضافة لشيء مهم جدا أنه ليس هناك نظام محدد لاختيار الخليفة. كل يعني ليس هناك نظام محدد فرضه طبعا الإسلام لاختيار إطلاق الخليفة أو الرئيس أو الوالي أو ما معناه. لو نظرنا يعني مثلا إلى طريقة تولي أبي بكر، النبي عليه الصلاة والسلام لما توفي وكان أنابوا عنه في الصلاة، واجتمع بعد ما حصلت الوفاة اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة وبايعوا عمر والباقيين قاموا بايعوه. يبقى هنا ده طريقة اختيار. أبو بكر نص على عمر، قال لهم أنا برشح لكم عمر، فأدي طريقة تانية. عمر لما جاي يموت رشح ستة وقال لهم اختاروا منهم، دي طريقة تالتة. أيوه. إذن مفيش طريقة محددة لاختيار الخليفة